سارة صابر، محمد متولي في مدرسة التجارة المتقدمة بشمون. أنا الحمد لله طلعت الأولى على الجمهورية السنة دي. بشكر أهلي أوي عشان تعبوا معايا جامد، وبشكر المدرسين تعبوا معايا كلهم. مدرسين أصلا المدرسة الحمد لله يعني كويسين كلهم، كانوا بيشجعونا. بنصح الطلبة اللي بعد إن شاء الله اللي هما يذاكروا جامد، يعني يبدأوا يحطوا هدف قدامهم زي ما أنا كنت حاطة هدف قدامي. يعني ما يعتمدوش ان في حاجة اسمها غش ولا كده، هم يعتمدوا على نفسهم وربنا ان شاء الله يوفقهم. الطلبة اللي بعد يعني مش شرط السنة وعام هو اللي بينجح وكده، اللي بيخش حاجة بيحبها هو بينجح فيها. يعني انا كان ليا اخت توأمي دخلت هي ثانوي وعام، وانا دخلت تجارة متقدمة لان انا مكنتش حابة مواد السنة وعام قوي، والحمد لله انا نجحت فيها وهي برضو نجحت فيها. يعني اهلي بيعودوني دايما ان احنا نخش في الحاجة اللي احنا حابينها، مش نخش حاجة احنا كارهينها ولا يفرضوا علينا، وكل حاجة كده في حياتنا اصلا بيخلونا احنا نعتمد على نفسنا. بنت السنة دي اللي تفوقت وطلعت الأولى، وده طبعا بفضل المدرسة بتاعتنا من بركة جدا الحمد لله. وهي بنتي شافت إن يعني كانت بتيجي تزورني كده زمان، شافت المدرسة منضبطة ومدرسة الحمد لله يعني كل سنة في تفوق. والسنة اللي فاتت كان في الأولى برضه على المدرسة كده قبل كده، معانا مجموعة مدرسين على درجة كبيرة من الوعي بمصلحة الطلاب وعلى درجة كبيرة من العلم أيضا. الحمد لله أنا بنتي حاولت أقول لها إن المدرسة عندنا كويسة، وبلاش اللي هي اللي في بعض الناس كده بيطلعوا إشاعات إن المدرسة التجارية دي مدارس فاشلة والمدرسين فاشلين وماخدوش حاجة وما بعملوش إيه، ده طبعا ده كلام يبقى كلام الناس اللي هي الفاشلة أساسا، اللي هم الطلبة اللي هم يعني اللي مش عايزين يقدروا ان في مدارس تجاريه ومدارس فنيه على درجه عاليه من الوعي بالمصلحه العامه للبلد عامه، ومش الثانوي العام بس اللي هو بيخرج طلبه متفوقه، والتفوق ممكن يجي في اي مدرسه. فبنتي الحمد لله اديتها من اول السنه شويه نصايح كده زيها زي زملاتها اللي في المدرسه اللي انا بدرسها علم النفس، ان لازم الواحد يجتهد ويلتزم ويدي الدراسه دي يا اولاد مش صعبه ولا حاجه زي ما بقول لهم، ان هو لازم الواحد يدي المواد الدراسيه حقها. وحاجه بسيطه خالص، انا لو خدت درس ورجعته ولما اروح خلاص المساله مش صعوبه، ولا تاخد درس وتاخد مجموعه تاخد مش عارف ايه، الكلام ده كله كلام يعني ممكن الطلبه تستغنى عنه، وممكن ان هم الطالب يجتهد بنفسه ويسال مدرسيه في الحته اللي مش فاهمها عادي خالص. وعندنا الناس بتستجيب لأي طالب بيتمنى إن هو يعني يتقدم، والحمد لله يعني الشكر فينا كلنا، المدرسة كلها الحمد لله بتقدم خدمات كويسة للطلبة، وده بيظهر على نتائج المدرسة الحمد لله كل سنة. بقول لبنتي ألف مبروك، وبقول لنفسي مبروك، وبقول لأي حد عايز يتقال له الكلمة دي اجتهد وربنا مش هيبارك.